تصدرت المسائل الاقتصادية ومكافحة الإرهاب جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير إلى طهران، التي تأتي عقب تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وهي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الألماني في غضون 4 أشهر، حيث تأمل برلين زيادة صادراتها إلى الجمهورية الإسلامية لتصل إلى 10 مليارات يورو خلال 4 سنوات. الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب عن أمله بتعاون البلدين لحل القضايا الإقليمية والدولية، خاصة مكافحة الإرهاب. الآراء في الشارع الإيراني تنوعت حول الزيارة الألمانية. يقول مواطن من طهران: ألمانيا تصرفت على الدوام ضد مصالحنا كمسألة بيع الأسلحة الكيماوية، لقد تأذينا كثيرا منها، لكن بالنظر إلى الأمور ما بعد الاتفاق النووي فإننا بالطبع بحاجة إلى تطوير علاقاتنا مع البلدان الأخرى. تعميق العلاقات أمر في غاية الأهمية، لأن ألمانيا بلد متطور صناعيا والعلاقات معها ستخدم بلدنا بالتأكيد. بعد طهران توجه وزير الخارجية الألماني إلى الرياض، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مؤخرا إثر إحراق سفارتها لدى إيران. تحاول ألمانيا أن تلعب دورا فعالا في الشرق الأوسط، لكن جهودها الرامية لتحسين العلاقات بين طهران والعربية السعودية لن تثمر خلال وقت قريب. إيران وعربستان در کوتاه مدت راه به جایی ببرد. جواد منتظری، یورو نیوز، تهران.